بسم الله الرحمن الرحيم. بهذا الفيديو بدنا نشوف كيف ممكن نمثل for statement اللي موجودة بال C++ بال assembly language. طريقة تمثيلها ما بتختلف كثير عن طريقة تمثيل ال conditions زي ال if else statement أو ال switch case. بالنهاية راح نستخدم نفس ال primitive نفس ال instructions الأساسيين اللي هم ال jump وال comparison، وأكيد راح نستخدم ال labels. افترضوا بدنا نجمع الأرقام من 1 إلى 10، يعني بنجمع 1+2+3+4 إلى حد الرقم 10. في البداية عندنا متغير، طبعا احنا بالاسمبلي مش عم نتعامل مع متغيرات حاليا، هذه بنتعامل بس مع ريجسترز. ففي البداية بدنا نعرف المتغير نعطيه قيمة بدائية بتساوي 0، وبدنا نعرف كاونتر، هذا الكاونتر من 1 إلى 10، طول ما هو أقل من أو يساوي 10 بدنا نجمع قيمته على الإكس. بعدين بنزيد الكاونتر بواحد وبنشوف هل هو أقل من أو يساوي 10، إذا كان أقل من أو يساوي 10 بدنا نجمع قيمته على الإكس. لحد ما تصير قيمته أكبر من 10 راح يخرج خارج اللوب. لو بدنا نمثل هذا الفور ستيتمنت بالأسمبلي لانجويج، أوكي، في البداية افترضوا الـ EBX هو اللي بيمثل الكاونتر، والـ ECX بيمثل الـ variable اللي راح يكون فيه مجموع الأعداد من 1 إلى 10. في البداية القيمة البدائية للكاونتر راح تكون عبارة عن 1، والقيمة البدائية للإكس اللي فيها summation راح تساوي 0. في عنا هنا label، راح نشوف متى كيف راح نستخدم الليبل. في البداية بدنا نعمل عملية comparison ما بين الـ10 والـ EBX اللي هو الكاونتر. إذا كانت قيمة الـ EBX أو كانت قيمة الكاونتر أكبر من 10 بده يخرج خارج اللوب، بدي يروح على L2. هون خارج L2 بس عشان نقدر نتبع البرنامج لما نعمل عملية debug إذا تخزنت قيمتها داخل EDX. المهم هذه الجملة خارج اللوب. طب لو ما كانت أكبر إيش بدنا نعمل؟ بدنا نجمع قيمة الـ EBX على الـ ECX ونخزنها داخل ECX. بنعمل عملية summation. بعد ما نعمل عملية summation بدنا نزيد الكاونتر بواحد، ففي عنا هون addition لقيمة الـ EBX بواحد. بعدها بنعمل عملية jump L1، فهون حيصير في عندي loop، حيصير في عندي عملية comparison مع الرقم 10. إذا تحقق الشرط أو خلينا نحكي إذا كانت قيمة الـ EBX أقل من 10 معناته ما راح يتحقق الشرط وراح يرجع ينفذ هالجملة، راح يضل ينفذ هذه الجملة، يضلها موجودة بهذا اللوب لحد ما تصير قيمة الـ EBX أكبر من 10. إذا كانت أكبر من 10 بهذا الحالة راح يتحقق الشرط ويعمل jump لـ L2، وهيك بكون خلص اللوب. وفي قيمة الـ ECX راح تحتوي على الـ ECX راح تحتوي على summation الأعداد من 1 إلى 10. خلينا ننفذ البرنامج. ما بدنا نمشي ويقعد يتبع فيهم خطوة خطوة باللوب، بدنا بالنهاية بعد ما نخلص خارج اللوب. وهون ما راح يعطيني البرنامج كامل، لما اضغط انتر بكمل البرنامج كله. فأنا بدي عند عملية الموف اللي هي آخر جملة موجودة في البرنامج بعد ما يخلص من اللوب. هون بي 16 run register، القيمة الموجودة داخل EBX راح تكون 11، انه طول ما هي القيمة اقل من او تساوي 10 راح تضلها باللوب لحد ما تصير القيمة اكبر من 10. لما تصير القيمة 11 قيمة الكاونتر تصير 11 راح يخرج خارج اللوب. نشوف قيمة الـ ECX، قيمة الـ ECX المفروض يكون فيها حاصل جمع الاعداد من 1 إلى 10 اللي هي بتساوي قيمة 55. فالفكرة بدنا نعمل كونديشن، طول ما هذا الكونديشن متحقق أو مش متحقق على حسب كيف بدك تكتب البرنامج تبعي بده يضل موجود داخل اللوب لحد ما مثلا الكونديشن تبعي يتحقق إنه لازم يخرج خارج اللوب زي ما هنا حاطين، لحد ما يصير قيمة الكاونتر بتساوي 11 راح يخرج خارج اللوب ويكمل البرنامج. طول ما هو الكونديشن مش متحقق راح يضل موجود داخل اللوب. برضه زي ما فكرة بالإف ستيتمنت أو السويتش كيس، في أكثر من طريقة ممكن نعبر عنها بالبرنامج، بس أهم شيء اللوجيك اللي إحنا بدنا إياه إنه يتحقق
بالطريقة اللي احنا كاتبينها من خلال الانستركشنز المختلفة اللي موجودة اللي بنستخدمها بعدين من comparison و jump.